ان شاء الله الجزء اللي هنقوله حالا بقى هو جزء الديد سبيس. كده احنا خلصنا جزء اللونج سيرفكتنت اللي هنتكلم عنه حالا هو الديد سبيس، وكنا في اول حصه خالص خدنا معلومه بسيطه يعني ايه كلمه ديد سبيس، وقلت لك ديد سبيس معناها ما اسمهاش منطقه ميته، اسمها منطقه بيحصلش فيها جاز اكستشينج. وفي الحصه الثانيه لما خدنا النورمال والافكتيف بالمونري فنتليشن قلنا ان الافكتيف بيبقى التايدل ناقص الديد اللي كان مقداره كام لو حد فاكر 150. عشان كده اول معلومتين انت عارفهم، اول معلومتين بيقول ايه؟ ايه هو الديفينيشن اوف ديد سبيس؟ بيقول لي ده فوليوم اوف اير كم الهواء which doesn't undergo gas exchange. دي اهم كلمه، اللي بيحصلوش تبادل غازات with blood مع الدم، والرقم بتاعها بيبقى 150. اذا الديد سبيس مقدار الهواء هو 150 مللي. وبص بقى اللي انا عاوز اوضحه لك ده، تخيل ان احنا كده ده الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي بادئ الاول بالمنطقه اللي كانت اسمها اير كوندكتنج زون. بصوا بقى الاير كوندكتنج زون هي اهم حاجه بنعتبرها دي سبيس. تخيل دلوقتي ان انا هاخد انسبيريشن ده كده الاير كوندكتنج زون، ده كده الاتموسفير، دي كده الالفيولار. بص التشبيه عشان تبقى انت فاهم، يعني مين بره الاتموسفيريك اير الهواء بتاع الجو، ومين اللي هنا الالفيولار اير، ومين اللي هنا الاير اللي في الاير كوندكتنج زون اللي هو الديد سبيس. سؤال بقى، لو هاخد انسبيريشن، لو هستنشق، دايما الهواء بيتحرك ككتله، يعني ايه؟ لو في شويه هواء في الاير كوندكتنج زون بينزلوا للالفيولار، لو في شويه هواء موجودين في الاير كوندكتنج وعاوزين يخرجوهم بيخرجوا للاتموسفير. فتخيل دلوقتي في شويه هواء هنا كده، دولت المفروض ان هم ديد سبيس اهو. انت جيت خدت نفس انسبيريشن، الهواء اللي داخل هيعمل ايه في الهواء ده؟ هيزقه لتحت. امال مين الهواء اللي يقعد هنا؟ اللي داخل، اللي لسه داخل، صح؟ امال لو انا هعمل استنشاق الهواء اللي هنا هيحصل له ايه؟ لو هعمل اسف زفير الهواء ده هيحصل له ايه؟ هيخرج، ومين اللي هياخد مكانه؟ اللي كان تحت. فالفكره كلها ان اللي بيجي من بره بيزق واللي بيجي من تحت بيزق. يبقى السؤال، لو قلت لك في اخر الانسبيريشن انت خدت انسبيريشن في اخره، الهواء اللي هنا في الاير كوندكتنج زون هو هواء اتموسفيريك، امال لو جيت عملت اكسبيريشن يبقى الهواء اللي هنا الالفيولار اتحرك زق وقعد هو هنا، يبقى الهواء اللي هنا بقى الفيولار. كمان مره اهو، في هواء بيكون موجود اتموسفيريك، ادي الاتموسفيريك، وادي بتاع الديد، وادي بتاع الالفيولر، ادي الاتموسفيريك اهوت وادي الالفيولر وده الديد. انت دلوقتي هتاخد انسبيريشن، يعني الاتموسفيريك هو اللي هيخش، الهواء اللي كان في الديد ده هيحصل له ايه؟ هينزل هو للالفيولر، يقوم الهواء اللي في الاتموسفيريك هو اللي ياخد مكان الديد. فلو جيت قلت لك في اخر الانسبيريشن الهواء اللي مال المنطقه اللي اسمها الديد سبيس هو هواء اتموسفيريك، طب تعالوا نعمل العكس بقى، هنعمل اكسبيريشن، في الاكسبيريشن الهواء اللي في الالفيولر هيروح فين؟ للديد، والدواء اللي والهواء اللي كان في الديد هو اللي هيطلع بره، يبقى الهواء اللي موجود في الديد سبيس لو هعمل اكسبيريشن بقى الهواء الالفيولر. الفكره ان الهواء عمال يتحرك، يروح فين عشان يزق، او يروح فين عشان يزق، سيان لبره او سيان لجوه. فالمعلومه اللي عندك بتقول الديد سبيس مليانه انهي هواء؟ مكتوب عندك بيقول ديد سبيس. وخد بالك عشان ما حدش يهيئ له ويسالني السؤال ده، مش معنى ان الهواء موجود هنا ان يبقى هم شويه الهواء دول هم الديد سبيس. الفكره يا جماعه مش في الهواء، الفكره في السبيس، في المنطقه. يعني وجود شويه الهواء دول هنا ما يحصلهمش جاز اكستشينج، امال نفس شويه الهواء دول لو نزلوا هنا يحصل لهم جاز اكستشينج. فالفكره مش في الهواء، الفكره في ايه؟ في المنطقه. عشان كده سميناه ديد سبيس. فبيقول لك الديد سبيس از فيلد ويز، مليانه ايه؟ في نهايه الانسبيريشن، ات ذا اند اوف انسبيريشن، فهمني انت يلا، في نهايه الانسبيريشن الهواء اللي هنا هو اللي جاي من ايه؟ من الاتموسفير، يبقى هي مليانه اتموسفيريك اير في نهايه الانسبيريشن. امال في نهايه الاكسبيريشن هتبقى مليانه الفيولار اير. سؤال بقى، مين اللي يطلع الاول في حاله الاكسبيريشن؟
يعني انت لما تيجي تعمل اكسبيريشن مين اللي يطلع الاول؟ ما تقوليش اتموسفيريك، ما اتموسفيريك في الجو اصلا هو بره، يبقى مين اللي هيطلع الاول؟ اللي في الديد سبيس. عشان كده بيقول لك لما تيجي تعمل اكسبيريشن مين اول هواء هينطرد من جسمك؟ اللي في الديد سبيس. عشان مين ياخد مكانه؟ الالفيلر. عشان كده مكتوب عندك بيقول this means that on expiration لما تيجي تعمل زفير الاير اللي في الديد سبيس is expired first، الهواء الموجود هنا هو اللي هيطلع الاول. يبقى سؤال بقى، شويه هواء هنا همت مصدرهم ايه؟ حالا ما اعرفش، بس انا هاخد انسبيريشن. فلما اخد انسبيريشن الهواء اللي هنا هينزل الفيلر، والمنطقه اللي في الديد سبيس الهواء اللي فيها هيبقى الاتموسفير. طب دلوقتي هعمل اكسبيريشن، اول هواء هيطلع هو اللي في الديد سبيس، فيقوم جاي ده طالع، ومين اللي ياخد مكانه؟ الالفيلر اير. دي الملحوظه اللي عندك. الديد سبيس عندنا ثلاث انواع، فالعنوان اللي هنتكلم عنه هو تايبس اوف ديد سبيس. ما هي انواع الديد سبيس؟ وخد بالك انا هفضل اقول نفس المعلومه، انا مش بتكلم عن الهواء، انا بتكلم عن المنطقه. عشان كده سميناه سبيس، ما سميناهوش ديد اير مثلا، سميناه ديد سبيس. انا بتكلم عن المنطقه. عندنا ثلاث انواع من الديد سبيس، يا اناتوميكال يا الفلر يا فيسيولوجيكال ديد سبيس. يا اناتوميكال ديد سبيس يا الفلر ديد سبيس يا فيسيولوجيكال ديد سبيس. استاذنك سيب اللي معاك كله وخليك معايا بقى هنا سوا. لما خدنا اول حصه خالص الاير كوندكتنج زون في المحاضره، ما كانش متقال ساعتها ان ده حاجه دي ديد سبيس ولا مش ديد سبيس، بس انا حبيت انا ازودها لك هناك عشان لما اوصل هنا فاهمها لك. واحنا لما خدنا في اول محاضره خالص الاير كوندكتنج زون، قلنا الاير كوندكتنج زون دي كانت بتشمل ايه؟ النوز والنيزوفاركس واللاركس والتراكيه والبرونكاي والبرونكيول والتيرمينال برونكيول. وقفنا عند هنا ما دخلناش السبايرات، وقفنا عند الترن. قلنا المناطق ديت ما بيحصلش فيها ديزيز تشينج، وبالتالي بتعامل كانها ديد سبيس، صح؟ لا، هي اسمها اناتوميكال ديد سبيس. هي ما اسمهاش ديد سبيس بس، هي اسمها اناتوميكال ديد سبيس. فاحنا دلوقتي الديد سبيس دي ثلاث حاجات، يا اما ايه يا اناتوميكال يا الفلر يا فيسيولوجيكال. مين هي الاناتوميكال بقى؟ الاير كوندكتنج زون دي الاناتوميكال. امال مين هي الالفلر؟ اسمع دي، في الطبيعي الالفيولاي بيحصل عندها جاز اكسيتشينج ولا بيحصلش؟ بيحصل. اذا اي هواء موجود في اي الفيولاي بيحصل له جاز اكسيتشينج، وبالتالي ما هوش ديد سبيس. السؤال بقى، طب لو في الفيولاي باظت، الهواء اللي فيها هيبقى يحصل له جاز اكسيتشينج؟ لا، فالهواء اللي فيها بقى ديد سبيس، لان مش هيحصل له جاز اكسيتشين. بس السؤال ده حاجه طبيعيه ولا حاجه مرضيه؟ مرضيه. في الطبيعي ان كل الالفيولاي بيحصل فيها جاز اكسيتشين. طب لو في الفيولاي ما حصلش عندها جاز اكسيتشين والالفيولاي باظت، بتعامل كانها ديد سبيس، ما الفيولار ديد سبيس. امال مين هو الفيسيولوجيكال؟ ناتج دمع جمع الاناتوميكال زائد الالفيولار. يبقى اناتوميكال زائد الفيولار يساوي فيسيولوجيكال. بص على المعلومه انا اقولها دي بقى، في النورمال يعني الرئه سليمه مفيش امراض، الفيسيولوجيكال هيساوي الاناتوميكال. ليه؟ لان كل الادويه شغاله، هيبقى الالفيولار مقداره زيرو. امال لو في حاله مرضيه نلاقي ان الفيسيولوجيكال اكبر من الاناتوميكال. يبقى في الطبيعي مين بيساوي مين؟ لان مين مش موجود؟ الاناتوميكال بيساوي الفيسيولوجيكال، لان الالفيولار شبه مش موجود. تعال بص على المكتوب عندنا، احنا عندنا كام نوع من الديد سبيس؟ ثلاثه. رقم واحد اناتوميكال ديد سبيس، وده الفوليوم اوف اير. احنا قلنا الديد سبيس هي عباره عن المكان، فوليوم اوف اير اللي في الكوندكتنج اير واي. وايه الكوندكتنج اير واي ده؟ اللي هو يقصد بيها الاير كوندكتنج زون، اللي هي بتشمل مين؟ نوز وفارنكس ولارنكس وتراكيه وبرونكاي وبرونكيول، لحد ما ننزل كاتب عندك لحد ما ننزل للريسبيراتوري. هو يقصد يعني لحد نهايه الترم، لحد اخر الترم، لحد ما تكون هتبدا ريسبيراتوري. بيقول لي وير نو جاز اكسيتشينج تيك بليس. هنا ده في النورمال ولا في الحاله مرضيه؟ يعني دايما بيبقى فيه اناتوميكال ديد سبيس، ده رقم ثابت موجود دايما. تعالوا نبص على الالفلر بقى،
ايه الالفلور ديد سبيس ده؟ ده كم الهواء اللي موجود في النون فانكشنينج الفيولاي، في الالفيولاي اللي مش شغاله. هي شغل الالفيولاي انها تعمل جاز اكسشينج، لو ما اشتغلتش مش هتعمل جاز اكسشينج، يبقى الهواء اللي فيها ديد سبيس. عشان كده بيقول لك كم الهواء اللي موجود في النون فانكشنينج، دي اهم كلمه في النون فانكشنينج. انك لو في الامتحان كتبتها فانكشنينج يبقى انت بوظت الدنيا خالص، لان مش هيبقى في ديد سبيس اصلا، فلازم تقول في النون فانكشنينج الفيولاي. هو ايه اللي يخلي الالفيولاي تبقى نون فانكشنينج اصلا؟ مكتوب عندك بقى الاحتمالات اهو، بيقول لك ممكن يكون نتيجه ديكريز اوف بلاد فلو تو زم، يعني نقص الدم اللي بيروح لهم، زي ما خدنا كده في السرفكتنت اللي هو اوكلوجن اوف بلمونري ارتري، لو كم الدم اللي رايح قل الالفيولاي تبوظ، او اكسس اير مور ذان نيدد. واسمعني بقى، هي لو الالفيولاي مش واصل لها دم اصلا هتشتغل حلو، يعني كل الهواء اللي فيها الفيولار ديد سبيس. طب سؤال بقى، لو انا عندي الفيولاي والالفيولاي دي فيها كم هواء مقداره 300، ارقام وهميه طبعا مجرد تشبيه، حصل جاز اكسشينج ل 200 وانا محتاج 200 بس، هل ينفع اقول ان ال 300 دول الفيولار ديد سبيس؟ لا، امال هقول كام؟ ال 100 اللي متبقي ايه؟ عشان كده لو انت عندك كم هواء اكتر من اللي انت محتاجه، يعني بس عندك 300 وانت محتاج تعمل جاز اكسشينج ال 200، فاللي انت عملت لهم جاز اكسشينج دول مش ديد سبيس، اللي هيتبقوا من ال 100 اللي هيتبقوا دول ديد سبيس، دول كم الهواء اللي موجود اكتر من اللي انت محتاجه، وده بيعمل الفلور ديد سبيس. يبقى الالفلور ديد سبيس اما انه يكون الهواء كله في حاله ان الالفيولاي نفسها بايظه مش واصل لها دم، او انه يكون الشويه الباقيين لو انت كان عندك كم هواء كبير عملت جاز اكسشينج لشويه وبقى شويه زياده عن حاجتك، الزياده عن حاجتك ده بيعامل كانه الفلور ديد سبيس. امال بالنسبه للفيسيولوجيكال بقى، في الفيسيولوجيكال بيقول دي الاناتوميكال ديد سبيس زائد الالفلور ديد سبيس ناتج جمع الاثنين. بس ات نورمال بيرسون، او ان نورمال بيرسون، نورمال هنا يقصد بيها ان مفيش مرض في الالفيولاي، يعني الالفيولاي سليمه. النورمال بيرسون اناتوميكال ديد سبيس اند فيسيولوجيكال ديد سبيس، بيقول مين ومين؟ اناتوميكال وفيسيولوجيكال از ايكوال قد بعض، لان في النورمال مين اللي يعتبر كانه ملغي؟ الالفيولار كانه ملغي. عشان كده بيقول لك في النورمال بيرسون الاناتوميكال ديد سبيس والفيسيولوجيكال ديد سبيس ار ايكوال. ليه بقى؟ لان كل كلمه نورمال معناها اول الفيولاي ار فانكشنينج، كلهم شغالين. معنى كلمه اول الفيولاي ار فانكشنينج يعني مفيش الفيولار ديد سبيس، وبالتالي الفيولار ديد سبيس بتساوي زيرو. يبقى مين زائد مين؟ اناتوميك زائد الفيولار بيساوي فيسيولوجيكال. في الطبيعي اناتوميكال بتساوي فيسيولوجيكال لان مفيش الف، لان مفيش نون فانكشنج الفيولا. طب لو حصل مرض بقى هيبقى فيه نون فانكشن، يعني هيبقى فيه الفيولا، فيبقى الفيسيولوجيكال اكبر من اناتوميك لانه هيضاف له قيمه الالفيولا. مكتوب عندك بيقول امبيشنت، حتى هو بادئ الكلمه اهو امبيشنت، يعني هو شخص مريض ويز بارشلي فانكشنينج. كلمة بارشلي فانكشنينج معناها الالفيولاي شغالة نص نص، اور نون فانكشنينج او مش شغالة خالص، يعني لو في خلل ولو خلل بسيط في الالفيولاي الفيسيولوجيكال ممكن تصل الى 10 اضعاف الاناتوميكال. يعني معنى كده انها اكبر ولا اقل ولا بيساوي؟ اكبر، لان هيضاف لها قيمة الالفا. عشان كده في الام سي كيو في النورمال حط بينهم علامة تساوي، امال امبيشن احط علامة اصغر من، لان دايما مين اللي بيبقى اكبر من الثاني؟ لو في الفلر بالفيسيولوجيكال، وبالتالي تاخد بالك في النورمال بيبقى يساوي، انما في حالة المرض الفيسيولوجيكال بيبقى اكبر من الاناتوميكال بمقدار قد يصل الى 10 اضعاف احيانا في بعض الناس. الاكسس اير ده هيفضل موجود لحد ما تيجي مره يخش كم هواء قليل يقوم حاصل له جاز اكسشينج، بمعنى
انا الطبيعي ان انا مثلا محتاج هنا 200. بصوا يا جماعه شقه الاكسس اير دي الطبيعي ان انا محتاج هنا 200 عشان يحصل مثلا فور اكزامبل اكسشينج. انا بتكلم على قد مستواكم لان الكلام ده مش صح. الكلام ده ان لازم فيه شويه هيتبقوا هنا اصلا، بس انا هقول حاجه على قد فهمكم. الحصه الجايه هغير الكلام ده تغيير بسيط. اقول صح ان ده احنا محتاجين 250. ال 250 دول يا اما يحصل لهم كلهم جاز اكسشينج يا اما يحصل ل 200 ويبقى 50. يبقى انت الساعه كام؟ 250. 50 دول هيحصلوا لهم ايه بقى؟ دلوقتي طلعت كام؟ 200 وبقى 50. في الشويه اللي بعدهم هيجي 250. بقى عندك كام دلوقتي؟ 300. ال 300 يكون جاي طالع منهم 200 وهيتبقى 100. افرض جه في المره اللي بعدها ودخل لك 100 بس. انت عندك اوريدي في احتياطي، الاحتياطي مع اللي داخل يكفيك لحد ما في النفس اللي بعدها يكمل تاني، بمعنى اصح شويه الهواء اللي بيفضلوا يتبقوا دولت بيتحطوا كمخزون احتياطي. طول ما انت بتنفس طبيعي مفيش مشكله، الفكره كلها لو جيت في مره وكم الهواء قل. هل انا اتاثر؟ لا، لان انت كده عندك مخزون. ده فكره الاكسس اير. مؤقتة، لان احنا اتفقنا الفكره كلها مش في الهواء، الفكره كلها في المنطقه وفي الظروف المحيطه بيه. لو عمل الجاز اكسشينج خلاص ما عادش ليه سبيس. السؤال اللي بالنسبه لكم عاوز توصلوا، هل الشويه اللي هيتبقوا دول هيفضلوا طول عمرهم دي سبيس؟ ممكن بعد شويه يحصل لهم جاز اكسشينج ويجي غيرهم دي سبيس. هي حاجه مؤقته. ايه بقى الفاكتورز افكتنج الديد سبيس؟ ايه العوامل المؤثره في الديد سبيس؟ بصوا يا جماعه لو حد خد باله دلوقتي احنا بنتكلم عن الديد سبيس كانها هي الاير كوندكتنج زون، صح كده؟ لان انت في الطبيعي ما عندكش الفيولر والفيولر اللي هو الاناتوميكال، يعني دايما بنتعامل مع الديد سبيس على انها الاير كوندكتنج زون. سؤال بقى، هو كم الهواء اللي في الاير كوندكتنج زون يحصل له ايه لو انا وسعت الاير كوندكتنج زون؟ يعني لو الاير كوندكتنج زون دي وسعت كم الهواء اللي فيها هيزيد، يبقى كم الديد سبيس هيزيد. فاكرين في السمباثيتك وفي البارا سمباثيتك لما كنا بنقول السمباثيتك بيعمل ايه والبارا بيعمل ايه؟ السمباثيتك كان بيوسع، كان بيعمل برونكو دايلاتيشن، والبارا كان بيضيق. سؤال بقى، السمباثيتك يعمل ايه في الديد سبيس؟ ما تنطليش على الاجابه هتهري بالترتيب. السمباثيتك يوسع الاير كوندكتنج زون فكم الهواء اللي فيها يزيد، فالديد سبيس يزيد، يبقى دايما السمباثيتك بيزود الديد سبيس. طب والبارا؟ ما تنطليش على الاجابه، البارا بيضيق الاير كوندكتنج زون فكم الهواء يقل، فالاير كوندكتنج زون كم الهواء اللي فيها لما يقل معناها الديد سبيس قل. يبقى دايما هنتكلم عن كل حاجه كانها سمباثيتك وبارا، عشان انا بحب بالفاكتورز افكتنج ارجع كل حاجه للسمباثيتك والبارا. تعالوا نبص على اول عامل اللي هو الايدج. من غير ما تبص، طالما انا بقول لك الايدج معنى الايدج ده احكامه. بالنسبه للايدج، الايدج دلوقتي بتتكلم عن العمر. الطبيعي ان احنا في سننا كده الالفيولار بتاعتنا كلها شغاله، معنى كده ان احنا ما عندناش الفيولار. كل ما سنك بيكبر كل ما في بعض الالفيولاي بتبوظ، معنى كده بيبدا يتكون عندك الفيولار فيبدا الفيسيولوجيكال يزيد. يعني مع تقدم العمر الديد سبيس كاجمالي بيحصل لها ايه؟ بتزيد هي كمان، لان بعض الالفيولاي بتبدا تبوظ. عشان كده بيقول لك الايدج الديد سبيس بتزيد في الاولد ايدج. ليه الديد سبيس بتزيد في الاولد ايدج؟ لان النون فانكشننج الفيولاي عددها بيزيد، كانه عاوز يقول لك هيبدا يتخلق الفيولار ديد سبيس. تاني عامل انرفيشن. الانرفيشن، الانرفيشن هو يقصد يمين يمين يا سمباثيتك يا بار. السمباثيتك هيزود الديد سبيس لانه هيعمل برونكيال دايلاتيشن، بينما البارا هيقلل الديد سبيس لانه هيعمل برونكيال كونستريكشن. كلمتين اتنين في لحظه وشرحناهم بالتفصيل. بص على اللي بعدها، ايموشن وستريس از سمباثيتك، زي السمباثيتك. لان الايموشن اللي هي الحاله النفسيه ان الشخص يكون متعصب،
والستريس اللي هو لما تكون مضغوط الايموشن والستريس هيشغلوا سمباثيك، فلما السمباثيك يشتغل هيزود الادرينالين، لان في حاله الايموشن والستريس هيزيد افراز الادرينالين، ولما تزود افراز الادرينالين يعني كانك شغلت سمباثيك. امال لما اعكسها واقول في السليب، في السليب كانك شغلت بار، فالسليب بيقلل الادرينالين لانه هيزود البار السمباثيك. بص هقولها ازاي بقى، تقدم العمر يزود الدريس بيه سمباثيك زي الايموشنز زي الاسترس بيزود، بينما البارا زي السليم. تعالوا بص بقى على الريسبيراتوري موفمنت. الريسبيراتوري موفمنت معناها هل هو انسبيريشن ولا اكسبيريشن من غير ما اقراها؟ الانسبيريشن. فاكرين في الانسبيريشن كان ايه اللي بيحصل؟ لاتساع القفص الصدري بيزيد، ولما اتساع القفص الصدري يزيد الرئه كان اتساعها بيزيد، ومعنى ان الرئه اتساعها بيزيد يعني مطر الهواء هو كمان اتساعه بيزيد، يعني اثناء الانسبيريشن انت محتاج توسع، ولما توسع هتزود الدير سبيس. عشان كده بيقول الانسبيريشن بيزود الدير سبيس لانه بيعمل وايدنينج بيوسع الاير باسج، بينما الاكسبيريشن طبعا في الاكسبيريشن القفص الصدري كنت بقول لحضراتكم ان هو لما بيتنفخ ايه اللي بيحصل له؟ بيرجع تاني زي ما كان. فاثناء الاكسبيريشن اتساع القفص الصدري بيزيد ولا بيقل؟ بيقل. فالرئه بتنضغط ومجرى الهواء بينضغط، يعني بيضيق، فالاير كونداكتنج زون لما تضيق الدير سبيس تقل. ففي حاله الاكسبيريشن الدير سبيس بتقل. اذا الايدج الايدج الاولد ايدج بيزود زيه زي السمباثيك، زيه زي الايموشن والستريس، زيه زي الانسبيريشن اللي انا قلتهم دول بيزودوا. مين ومين ومين؟ ايدج وسمباثيك وايموشن وستريس وانسبيريشن. امال مين اللي بيقلل الدريس بيس بقى؟ البار والسليب والاكسبيريشن، وده اللي بيجي في الام سي كيو يا جماعه. يقول لك كل مما يلي بيزود الدريس بيس ما عدا، او كل مما يلي بيقلل الدريس بيس ما عدا. بين قوسين فوق انا اكتب لك عندك نسيم. نسيم ده كان السكيما اللي كنت بشرحها لما كان الامتحان ريتن، كنت بقول لك نسيم. نسيم يعني ايه بقى؟ الدريس بيس معناه مفيش هوا بيحتاج تشينج، فانت محتاج نسمه هوا. فكنت بقول لك افتكر ان الفاكتورز افكتنج ان مفيش هوا الدير سبيس، انك محتاج نسمه هوا. نسيم الان، الان كانت الان اكيد الانرفيشن النيرف، النيرف انسبيريشن قلت سكيبات تاني. والاس اكيد سليم، والاي اكيد ايموشن، والاي اكيد ايج، والام اكيد موفمنت. فكنت بقول كده يعني انها نسيم عشان لو امتحان ريتن تفتكرها. انرفيشن سليب ايموشن ايج وريسبيراتوري موفمنت. سيجنيفيكانس اوف ديد سبيس، بص على جزء السيجنيفيكانس كده بعد اذنك. ايه هي اهميه الديد سبيس اصلا؟ ليه ربنا خلق الديد سبيس دي؟ ليه ربنا خلى فيه شويه هواء ما يحصلهمش جهاز اكسشينج؟ وده السؤال اللي انا سالته في اول حصه. كنت في اول حصه خالص قلت لك ان في شويه هوا بينبقوا هنا بيفضلوا هنا، ساعتها انت كنت عاوز تسالني هم قاعدين يعملوا ايه، وساعتها انا جاوبت قلت لك جايلنا قدام. ده بقى اللي جايلنا قدام، ليه في شويه هوا بيفضلوا في الاير كوندكتنج زون؟ ايه اهميه الدير سبيس؟ اهميتهم كالاتي: رقم واحد وول اوف اناتوميكال دير سبيس، جدران الاناتوميكال. ويقصد ايه بجدران الاناتوميكال؟ شويه الهوا اللي قاعدين هناك، شوية الهواء اللي قاعدين في الاير كوندكتنج زون مويستنينج اند وورم انسبايرد اير. فاكرين لما كنت بقول لكم ايه هي وظيفة النزل؟ لو الهواء سخن ترطبه، ولو الهواء بارد تدفيه بحيث يكتسب حرارة جسمك. تخيل بقى ان في شوية هواء دخلوا قعدوا في الاير كوندكتنج زون وخدوا حرارة جسمك بالظبط، وفضلوا موجودين عشان اي هواء داخل جديد ياخد حراره جسمك زيهم. فشويه الهواء اللي قاعدين دول كانهم احنا بدانا نتظبط شويه في النوز، انهم بدانا نقرب من حراره الجسم. اول ما دخلنا الاير كوندكتنج زون قعدنا فيه، ليه بقى؟ خدنا حراره الجسم بالظبط. فاي حاجه داخله بعد كده نبدا نظبط لها حرارتها بينا اللي قاعدين، وبالتالي كم الهواء اللي قاعد في الديد سبيس
بيلعب دور مهم جدا في ترطيب وفي تسخين الهواء اللي داخل عشان يكتسب حراره الجسم بالظبط. ادي اول سيجنيفيكانس. تاني سيجنيفيكانس هاز بروتكتيف ميكانيزم. قلنا كلمه بروتكشن ديت معناها مش عاوز ترجمه جوجل. بروتكشن معناها ان انا اخلي اي فوري بودي ما يقدرش يوصل للالفيولاي. يعني طالما هو قبل الالفيولاي ينطرد شويه الهواء اللي قاعدين دول لو لقوا شويه هواء داخلين عدوا من النوز وعدوا من الفارنكس واللارنكس والتراكيه وقربوا يخشهم شويه الهواء اللي قاعدين ياخدوا التراب اللي موجود فيهم واي فوري بودي يمسكوه ويقول للهواء خش نضيف. تيجي لما تعمل اكسبايريشن مين اول هواء بينطرد؟ اللي في الدريس بيس اللي فيه التراب هم ترد بره. فبيلعب دور وقائي بروتكتيف ميكانيزم عشان يخلي ما فيش اي جسم غريب يخش الالفيولار. اللي بعدها بقى واللي بعدها دي عايزك تسمع مني حاجه الاول. تخيل ان انا اول ما عملت اكسبايريشن طلعت كل الهواء اللي في الالفيولاي وطلعت كل الهواء اللي في الاير كونداكتنج زون. الهواء اللي في الجهاز التنفسي بتاعك حالا مقداره كام؟ صفر. تخيل ان انا خدت انسبيريشن ووصله ل 100% بقى بعد الانسبيريشن كام؟ 100% وبعد الاكسبيريشن بينزل لصفر. انت متخيل ان هو بيتحرك من العدم للامتلاء؟ ده معناه تغير كبير ولا تغير بسيط؟ كبير جدا. ما ينفعش ده يحصل. ما ينفعش تبقى الحاجه صفر وتقوم وصلها ل 100 ومن 100 تنزلها لصفر. ده بنسميه شارب تشينج في الجاز بريشر. تغير كبير جدا في ضغط الغاز. ده ممكن يخلي الجهاز التنفسي بتاعك ينفجر. عشان كده كان دايما لازم يتبقى شويه هواء بحيث انك بعد الاكسبيريشن مثلا 60%. فلما تيجي تاخد انسبيريشن تملاه 100%، لما تعمل اكسبيريشن ينزل ل 60 او 70، وبالتالي بقى التغير هنا مقداره 40 او 30% غير لما يكون التغير مقداره 100%، وبالتالي وجود شويه هواء يخلوا التغير في ضغط الغاز يبقى تغير كبير ولا تغير ضئيل؟ تغير ضئيل. وده اللي احنا محتاجينه في الجهاز التنفسي عشان ما ينفجرش. مكتوب عندك بريفنت شارب تشينج، بيمنع التغيرات الكبيره في ضغط الغاز بين الهواء اللي موجود بالفعل في الالفيولاي والهواء اللي داخل الجسم. انا عايز كلمه بريفنت شارب تشينج في الجهاز بريشر، بيمنع التغير الكبير في ضغوطات الغاز. بعد كده فاكرين حضراتكم المحاضره اللي فاتت لما خدنا حاجه اسمها نورمال بالمونري فنتليشن وافكتيف بالمونري فنتليشن؟ حد فاكر التعريف؟ نورمال بالمونري فنتليشن ده كان كم الهواء اللي بتستنشق اوكسجين بيحصل له جاز اكسشينج او ما بيحصلوش؟ امال الافكتيف اللي بيحصل له يعني كنا بنطرح 150 اللي هو مقدار الديد سبيس. يبقى ايه الفرق بين النورمال والافكتيف؟ الديد سبيس دول، عشان كده بيقول لك الديد سبيس هي المسؤوله عن الديفرنس، هي المسؤوله عن الفرق بين التوتال بالمونري فنتليشن والافكتيف بالمونري فنتليشن، لان كان الفرق الجوهري بينهم مين بيحصل له جاز اكسشينج ومين لا. وده كده بالنسبه للسيجنيفيكانس اوف ديد سبيس. يبقى احنا في الديد سبيس اتكلمنا عن الديفينيشن والتايبس واتكلمنا عن الفاكتورز افكتنج واتكلمنا عن السيجنيفيكانس اوف ديد سبيس.